قالت النجمة ليدي غاغا أن الشهرة كانت من أسوأ الأشياء التي حدثت لها في حياتها، وأنها من نجاح أول أغنية لها عام 2009 وهي تشعر بمعاناة مريرة. ليدي غاغا أوضحت في حوارها بسبب المعاناة بالحركة الدائمة للأشخاص المتواجدين من حولها وعدم تمكنها من قضاء وقت خاص بها في عزلة عن الجميع، بجانب ضغط المسؤولية التي تشعر بها دائما في الحفلات الكبرى ووقت إصدار ألبوماتها لخوفها على عدم إرضاء محبيها من الجمهور.